السلام عليكم ورحمة الله، أينما كنتم مشاهدينا ومتابعي بي إن إف إم صباحا عطر الحياة الصباحية. إن شاء الله الجميع بخير. هذه قراءة لأبرز ما جاء بصحافة الخرطوم الصادرة اليوم، عن نتابع. نبدأ بصحيفة السوداني الدولية. أردوغان: تركيا مستعدة لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا. الجمارك تسلم المالية، 103 كيلو من الذهب ضبطت بالمطار. وزير الداخلية ترأس اجتماع مناقشة تسهيل إجراءات استخراج الجواز. تجدد الاحتجاجات بالفاشر. منسوب النيل يسجل 17.9% متر عند محطة الخرطوم. تضرر أكثر من 55,000 شخص بالسيول منذ بداية الخريف. وبداخل الصحيفة: مجلس الوزراء تأهيل مفوضية الاختيار ووضع ضوابط التعيين في الوظائف القيادية. مواصلة محاكمة عوض الجاز وآخرين بتجاوزات مالية لمصنع سكر مشكور. صندوق الإسكان يوقع عقدا لتنفيذ منازل خرسانية مسبقة الصنع. اللجنة التسييرية لاتحاد أطباء السودان، الجيش الأبيض حارس وداعم للثورة. والاتحاد الأوروبي: شجاعة الشعب السوداني جعلت كل شيء ممكنا. ولتقليم الصفحات، صفحة تقارير: الآلية على جدار عرمان، وماذا يدور في المسجل التجاري؟ زيادة خيالية في الرسوم، تجاوزات، خفاق في التعاملات، نقص حاد في الموظفين، والمبنى غير ملائم صحيا. بصفحة الاقتصاد: عجز التمويل وعدم تفهم حكومات الولايات أكبر تحديات برنامج سلعتي. حمدوك يناقش مع القطاع الاقتصادي خططه للمشروعات. انتهاء صلاحية الجوازات فاقمت مشكلات السودانيين في لبنان. وترمتر الأسعار اليومي، العملات، الخضروات، أسعار مواد البناء. صفحة الرياضة والملاعب المحلية: تحديد موعد معسكر المغرب لمواجهتي السودان وغينيا. صلاة عادل: سأقدم كل ما عندي رفقة صقور الجديان. بالأخيرة يكتب محجوب عروة: التدريب قضية قومية عاجلة. طاهر المعتصم: السياحة موريد مهدر. عمر عشاري: تأبين الجدال. من السودان الدولية إلى صحيفة الوطن. حمدوك يقيل والي القضارف. إسرائيل: اتفاق سلام كامل متوقع مع السودان. لجنة المفصولين تشدد على ضرورة الالتزام بقراراتها التي تصدرها. لجنة المتضررين من إلغاء الدولار الجمركي تدفع بمطالب جديدة. إعداد التعديلات الخاصة بقانون بنك السودان. 6 حالات مؤكدة ووفاة بكورونا. لجنة المقبولين بالخارجية: مراحل الامتحانات تمت بشفافية تامة. والدكتور حمدوك يتسلم مقترح من دولة رويكا بتكوين آلية للمراجعة والتقييم لاتفاقيات السلام. بالداخل أخبار الوطن: اقتصادي يعزو مشكلة الكهرباء لضعف كفاءة المسؤولين، ويستغرب لجوء الوزارة لأمريكا رغم توفر إمكانيات التوليد. تسييرية مزارعي الجزيرة ومناقل تطالب بإعفاء وزير الري. أما تقرير الوطن: غياب رئيس القضاء والمحكمة الدستورية تعطيل العدالة. حمدوك الأجوبة: البحث عن السلام في أرض ملتهبة. وبعد مرور عامين على توقيعها الوثيقة الدستورية، السقوط في بحر الخلافات. اقتصاد الوطن: الثروة الحيوانية تؤكد على أهمية تطبيق نظام الحلال على المنتجات الحيوانية. محفظة السلع الاستراتيجية تعلن عن التزامها بتوفير المحروقات. والصناعة تصدر قرارا بتشكيل مجلس السكر. وبسبب السيول والفيضانات، انهيار 653 منزل بولاية نهر النيل. صفحة الولايات: مدير الطب العلاجي بالجزيرة: إضراب الأطباء لضعف الحوافز والاعتداءات المتكررة. خبراء يمتدحون جهود حكومة السلام لإعمار الفشقة ويعتبرونها خطوة كبيرة لتنمية المنطقة.
محلية الخرطوم منع المبيد بالسوق المركزي ومصادرة العناقريب ونرصد محلات بيع وشراء المنهولات المسروقة. بفنية الوطن ممثل السودان ينضم لطاقم مسلسل عربي برفقة نجوم عالميين. وبالأخيرة يكتب جمال عنقر والي القضارف لعنة الشرق. عميد دكتورة طاهرة أبو هاجة هل أتاك حديث الفشقة؟ محمد كامل لعناية سفير المملكة. ياسر محمد محمود البشر الذين ورطوا البشير. الوطن وإلى صحيفة الوفاق. استقالة أطباء شرعيين بسبب تلاعب بجثامين في مشرحة بالخرطوم. وعقب إعفائه والي القضارف المقال يجمد عضويته في الحزب. التربية بالخرطوم العام الدراسي لا يمكن أن ينطلق دون اكتمال طباعة ومراجعة الكتب الجديدة. قرار بالسماح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج. التربية بالخرطوم المدارس الحالية سيتم تحويلها للمتوسطة. بداخل الصحيفة لجان مقاومة بحري تمهل حمدوك 24 ساعة وتهدد بإغلاق مصفات الجيلي. وحملة لحصر المعدنين التقليديين بالبلاد. نغالي التقليد بآخرتها صلاح دندراوي ها هي دكتور مي. من الوفاق إلى صحيفة التيار. تفاصيل جديدة حول أزمة الأطباء الشرعيين. وبالداخل حمدوك يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي. كوباية شاي وزير مجلس شؤون الوزراء في جلسة ساخنة بمنتدى كوباية شاي يقول الحكومة تدعم القمح بنسبة 100%. والسودان أصبح بقعة مضيئة في عالم مظلم. أرض المحنة في أسبوع فشل إدارة النظافة والشعب يريد واليا جديدا. اتحاد مدني يقترب من العودة للدوري الممتاز. مسار الوسط يعلن بأن مشروع الجزيرة سيحصل على 30% من تأهيل المشروع. نواصل تقليب صفحات صحيفة التيار. لكوباج هذه الصفحة زمن الحديث عن الأشجار والسينماتيك مؤقتة للسينما التجريبية في باريس. يكتب عثمان مرغني إعفاء والي القضارف ودكتور عبد الله علي إبراهيم ليلة الكباكة ليلة الكباكة الطويلة. هذه هي التيار إلى صحيفة الجريدة. لجنة اعتصام التميز تؤيد مذكرة الأطباء الشرعيين. حضرة مطالبة مدعي المحكمة الجنائية بجمع الأدلة لن تؤخر تسليم المخلوع. مبارك الفاضل وإشراقة يطالبان الجيش بالتدخل لتوسيع المشاركة. ووقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء المطالبة بإصلاح طريق النيل الأزرق الخرطوم. معاش الناث بهذه الصفحة احتدام المواجهات بين السلطات المحلية والباعة المتجولين بالسوق العربي. زيادة فاتورة الكهرباء تثير سخط المواطن ومطالبات بإقالة وزير النفط. تجار يرفضون إغلاق أسواق الخرطوم ليلا ويعلنون مناهضة القرار رغم قرار الحظر لارتفاع حصيلة الوارد من عربات بوكو حرام. مواطنون يجأرون بالشكوى من توالد البعوض والذباب وسط الأحياء. تقارير الجريدة صراع الفشقة توقعات ومآلات. محلل سياسي يقول إثيوبيا ليس أمامها غير التعامل مع الأمر الواقع. أما بصفحة حوار والسينار صراع الرفض والقبول. صحيفة الجريدة صفحة تحقيق الجامعة العربية المفتوحة بالسودان 7 سنوات من إدمان الفشل. وبأخيرتها يكتب حيدر المكاش في 520 مليار يا مفترين. الفاتح جبرة نعيش نشوف. زهير السراج بلد مطلوقة.
طه مدثر العودة للسلطة من جديد، صباح محمد الحسن تهريب الذهب حكم غير رادع. الجريدة ومنها إلى أخبار اليوم. تفاصيل إجراءات الحازمة لضبط التفلتات الأمنية بأسواق العاصمة، السجن والغرامة للشرطي بالجمارك ومواطن في قضية تهريب ذهب عبر المطار. يكتب عاصم البلال الطيب: دكتور حمدوك ود الناظر بك مستغيث. بداخل الصحيفة: الصحة تماثل 31562 للشفاء من كورونا بالسودان. بصفحة الرياضة: الشرطة يدخل المنطقة الدافئة وشندي يسحق الأمل عطبرة، الهلال يقترب من حسم الممتاز والمريخ يتخطى هلال الفاشر بهدفين. وقبل كأس الأمم 2021 ماذا قدم السودان أمام نيجيريا؟ بالأخيرة يكتب صلاح حبيب: الهند و75 عام من الأمن والاستقرار، مصطفى أبو العزيم جلسة في منزل حبيب، أم وضاح أقلامنا سيوف ليس لها غموض. يسري محمد الحسن فطاحلة الزمان و البين وهو الجون محمد فتح الله المنتهي. بار اليوم وإلى الحراك السياسي. مصادرة سيارات بوكو تتبع لحركات كفاح مسلح. الصحة للحراك: الخرطوم خالية من أي وباء منذ 7 أشهر. وعطل يتسبب في انقطاع الكهرباء بالبحر الأحمر. بداخل الصحيفة: وسط دارفور اجتماع مشترك للوالي وباعثة اللجنة تميس ولجنة التفكيك. صفحة لايف: بعضهم اتهم بموالاته للنظام المخلوع. ولاة الولايات هل ستعصف بهم معايير الاختيار؟ ومواطنون يثيرون شكوكا حول مواصفاته. الخبز المدعوم رداءة منفرة وطعم غير مستساغ. اقتصاد الحراك: توزيع بذور محسنة 10600 من صغار المزارعين بأربع محليات بكسلة. ومواجهة مع مدير إدارة التحصين بولاية الخرطوم جمال الدين محمد عثمان. ولتقلب صفحاتها بمنوعات الحراك: الحكم نور الشام، نور النسوة تتحدى ذكورية صافرة الملاعب. مع هذا الأثر الألماني يهدي المتحف القومي معملا متكاملا. يكتب عمار سليمان: الكراسي الصدئة وبابكر سليك هل بل محليات. هذه هي الحراك. ومنها إلى صحيفة اليوم التالي: لجنة لمراجعة رسوم جوازات المغتربين، إبعاد محمد جلال هاشم من وفد الحركة الشعبية المفاوض. واليوم التالي تكشف تفاصيل زيارة حمدوك إلى جوبا. بالداخل صدى اليوم التالي: في جولة اليوم التالي استقرار طفيف في أسعار السلع الاستهلاكية، خبراء يحذروا من انعكاسات التضخم على أسعار السلع. وأيضا السماح بدخول القادمين من الهند. بصفحة تقارير برئاسة حمدوك الإيجاد: هل تحتوي أزمة الجنوب؟ والعام الدراسي شبح التأجيل يلح في الأفق. وبسبب آلية حمدوك حرب التصريحات تشعل المواقف داخل حزب الأمة. المسكوت عنه بصحيفة اليوم التالي: أشهرهم الغفاري وهارون والخاتم، وماذا عن الذين خرجوا ولم يعودوا؟ يكتب الطاهر ساتي: ومدرسة وسطى، شمائل النور، النقابات التي ننتظر، محمد المبروك، حزازات النفوس. اليوم التالي وإلى صحيفة الصيحة.
البرهان القوات المسلحة ستظل حامية للشعب وراعية لمصالحه. حمزة بلول للصيحة: قوانين الإعلام الجديدة ليست حكومية. النائب العام يتعهد برفع حصانات المتهمين في بلاغات الشهداء. داخل الصحيفة: إحالة والشيكة لبلاغ على عثمان وهارون إلى المحكمة. وبصفحة الاقتصاد: الحرفيون والصناعيون مبادرة لما الشملة. تعاون صناعي بين السودان والإمارات. واستهدف شمال كردفان والنيل الأبيض اليونسكو تمول تنفيذ ورش تدريبية لثمانية مجتمعات للتمكين الاقتصادي الريفي. وبيان حول إيراد النيل الأزرق. تقارير الصيحة: تعثر استخراج الأوراق الثبوتية، أزمة تواجه المواطن ووزارة الداخلية. وتكتب أمال عباس: وقفات مهمة حول المهرجان القومي الأول للآداب والفنون. محمد صالح الأمين: بركة الفرق ما بين الخبراء والوزراء. صدق البادي: السودان مؤهل لأن يصبح دولة عظمى. ولكن محمد عثمان الرضي: جيش العزة والصمود. ومع الأحداث بهذه الصفحة من الفشقة: حديث التنمية والتحرير، تحديث ري وتكولو وعروض ينهي عزلة المنطقة. بالأخيرة: عبد الله مسار، مبادرة حمدوك الوطنية، صلاح الدين عوضة حاول، الغالي شقيفات، طالبان في كابول، أحمد الجعلي، فيروس كورونا، نجومية مصعب محمود، منى أبو زيد في محطات الوصول، ياسر زين العابدين المحامي: لقد أسمعت إذ ناديت حيا. وهنالك قصة أغنية يا نسيم أرجوك، أغنية كتبت في جنازة. صحيفة الصيحة، ومنها إلى صحيفة الحداثة. إزالة التمكين، القبض على أكبر تاجر عملة بالبلاد. الحرية والتغيير بنهر النيل تستنكر بث أغنية تمجد النظام المبادئ إذاعة الولاية. إزالة التمكين، تعرض أربعة من قضايا النظام المبادئ على المحكمة لأول مرة. السماح بدخول القادمين من الهند بشرط الحصول على نتيجة سلبية لفحص كورونا. وبالداخل: انتهاء إجراءات جونسون أند جونسون، الصحة تؤكد سلامة لقاحات كورونا التي تدخل للبلاد. وسوء تغذية وتقزم ونقص للوزن أطفال السودان، أوضاع مأساوية في خضم صراعات السياسة وتحديات الانتقال. والتضخم: متى يتم كبحه تداعي سياسات الحكومة الاقتصادية مع توالي ارتفاع معدل التضخم. ومقابلة مع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خالد حسان: المخدرات المصنعة صارت الأكثر ترويجا في السودان. مقترحات بإنشاء معهد للتحري والتحقيقات يتبع للنيابة. وجوه لم يكن إنسانا عاديا، محمد مصطفى الأمين، رأس التقاطعات السينما والفنون الأخرى. ورؤى: التهميش ومفتاح البليف. صحيفة الحداثة بآخرتها: معمل ترميم ومواد عضوية هدية من معهد الآثار الألماني. الحداثة، وإلى السوداني. محفظة السلع توفر 900 مليون دولار لتغطية الاستيراد. اختفاء سوداني يعمل بالخارجية القطرية في الدوحة. وصل التقليب صفحة التقارير: وصف بالعيب الأكبر، غياب الإرادة السياسية، كابوس يهدد الانتقال السوداني. مال وأعمال: بأكثر من 70,000 لتر الفاو تدعم السودان بمبيد لمكافحة الجراد الصحراوي. تجار على الصناعة زيادة إنتاج السكر أولا قبل البدء في تنظيمه. شعبة السيارات المعالجة الجزئية لمشكلة الاستيراد تؤدي للفساد. وبصفحة كوكتيل: رفعوا شعار لا تعليم في وضع أليم، اقتراب العام الدراسي، القلق يسيطر على الأسر.
بأخيرتها يكتب أحمد المصطفى إبراهيم مشروع الجزيرة والفرقاء، عبد الحميد عوض، محمد أحمد سالم شهادة مجروحة، دكتور عبد اللطيف البوني ده جديد يستاهل نعلنه، السوداني، وإلى آخر الصحف قراءة عبر مشوار اليوم صحيفة الانتباه. 6 قتلى أثناء توقيف مغتصبي فتاة النيل الأزرق، كشف فساد ضخم بأورنيك 15 في مشروع الجزيرة، ومركز التغيير الاتجاه العام إعفاء كل الولاة. نوصل لداخل الصحيفة مع الأحداث بين مطرقة القبول وسندان الرفض، عرمان مستشار سياسي مثير للجدل. نوصل تقليبنا لصفحاتها. بدنيا الاقتصاد، مجلس للسكر هل سينقذ الأوضاع؟ نفوق 40% من الأبقار بشمال بحري وخروج 70% من منتجي الألبان. تعاون مع مصر لتوفير معامل مختصة بقراءات الزئبق وفصل السنايد. وبأخيرتها تكتب سهير عبد الرحيم خالد سليك، أحمد يوسف التاي لا ترك ولا سعيد ولا المختطفين. هذه هي صحيفة الانتباه، وبهذا نكون قد ختمنا مشوارنا الصباحي قراءة لصحافة الخرطوم الصادرة اليوم. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.